لو الحكاية فيها إن فيجو. أنت بتبيع كيلو كام؟ طب أنت عامل كده عشان خاطر مؤيدين ربع يشتروا منك؟ لا طبعا، يعني ده والحاجات دي والحاجات دي والحاجات دي في الوقت ده أنت عارف الناس خايفة، اللي بيبيع دي بيتحبس. شوف بقى اللي بيبيع ده الكلام ده، الكلام ده كله كلام يودي في داهية يعني، بس كلام حر، كلام من جوه. يعني أنت مش خايف؟ لا لا مش خايف، خايف من ربنا بس، مش غير من ربنا بس. طب ايه رد فعل الناس اللي في الشارع وانت بتكتب على البرتقال كده؟ يعني في حد مثلا بيبقى ضدك؟ في حد بيقول لك كلمه مش كويسه؟ ايوه طبعا، في مؤيد وفي معار، كل مكان في مؤيد وفي معار، بس بتلاقي فرق بقى كبير. المؤيد سبحان الله حتى الاحترام بيبقى باين على وش المعارض، حتى تلاقي الفاظه ما تتقالش، كلام وحش. طب هل كتابتك دي بتأثر على بيعك للبرتقال؟ يعني انت طبعا انا بالنسبه لي البرتقال مش فارق، انا مثلا تفرق معايا مثلا حاجه زي كده اللي هياخدها ممكن كلمه تخليه يغير رايه، يعني كلمه زي دي لو حد اسرع عند البيت وحب ينزل دي تغير رايه، اللجنه مش شرعيه يبقى دستورها باطل، يبقى استبداء باطل، يبقى اللي هيروح باطل، يبقى الصوت باطل. Oh,